مرحبا بكم في درس ضرب الأعداد العشرية. دعونا نبدأ. أعتقد أنكم ستجدون أن ضرب الأعداد العشرية ليس أصعب بكثير من ضرب الأعداد الصحيحة، وسأوضح لك ذلك من خلال مسألة. دعوني أقول، اسمحوا لي أن أختار بشكل عشوائي. لدي 7518 في الواقع، لنجعلها 75.18. يمكنكم القول بوضوح أنني أفعل هذا بسرعة. 75.18 ضرب 0.97. في البداية أنت ستنظر إلى المسألة وتقول أنها صعبة، هذه الأرقام العشرية أنا لا أعرف كيفية التعامل معها. هذا ما ستفعله. يمكنك تجاهل الأعداد العشرية عندما تبدأ بالحل، ويمكنك أن تدعي أنها مجرد مسألة ضرب أعداد صحيحة. وإذا كنت ستتجاهل الأرقام العشرية ستكون مثل ما قلت في البداية، 7518 في الأعلى و 97 في الأسفل. وإذا كان ذلك غير منطقيا، اعمل على تجاهل الأعداد العشرية فقط وتعامل مع المسألة على أنها عملية ضرب عادية، عملية ضرب عادية جدا. وأود أن أبدأ في وضع تلك هنا، وأود أن أقول 7 ضرب 8. حسنا، 7 ضرب 8 يساوي 56. ضع 5 في اليد. 7 ضرب 1 تساوي 7، زائد 5 يساوي 12. نضع 2 هنا في الأسفل وفي اليد 1. 7 ضرب 5 35، زائد 1 يساوي 36. ضع 6 هنا وفي اليد 3. 7 ضرب 7 يساوي 49، زائد 3 يساوي 52. إذا ضع 52 هنا، تماما مثل عملية الضرب العادي. نحن فقط أخذنا منزلة الأحد إلى هنا، أي العدد 7، حتى أنها ليست منزلة أحد فعلية، لكن كنا نتجاهل الأعداد العشرية. فعندما لا يوجد لدينا أعداد عشرية، هذا سيكون منزلة الأحد، وسوف نضربها بالرقم الموجود في الأعلى. 7 ضرب 7518 يساوي 52,626. وتماما مثل عملية الضرب العادية، نقوم بإيجاد منزلة العشرات. هذا ليس حقا منزلة العشرات، لكن ستكون كذلك إذا قمتم بتجاهل الأعداد العشرية. دعونا نتجاوز عن كل هذا بما أننا لا نستخدمها. 9 ضرب 8 يساوي 72 في اليد 7. 9 ضرب 1 يساوي 9، زائد 7 يساوي 16. 6 هنا وفي اليد 1. 9 ضرب 5 يساوي 45. هذه ممارسة جيدة بالنسبة لك أيضا إذا لم تستخدم جداول ضرب منذ وقت طويل. 9 ضرب 5 يساوي 45، زائد 1 يساوي 46 في اليد 4. 9 ضرب 7 يساوي 63، زائد 4 يساوي 67. والآن نجمع. أنت الآن ربما تفكر ما الذي يمكن أن تصنعه للأعداد العشرية في هذه الحالة. أنا الآن أقوم بحل مسألة ضرب عادية، وفي الواقع أن الأعداد العشرية توضع فقط في النهاية على اليمين. ما أقوم به الآن هو فقط أن أجمع كما أفعل في مسائل الضرب من المستوى الرابع. لذا سأقول 6 زائد 0 يساوي 6، 2 زائد 2 يساوي 4، 6 زائد 6 يساوي 12 في اليد 1، 1 زائد 2 زائد 6 يساوي 9، 5 زائد 7 يساوي 12 في اليد 1، 1 زائد 6 يساوي 7
حسنا، الآن تدخل الأعداد العشرية ضمن المسألة. كيف ذلك؟ أعتقد أنك ستصدم من مدى بساطة المسألة. فقط ما أقوم به أنني أنتقل مرة أخرى إلى المسألة الأصلية، والآن فعليا أولي اهتماما للأعداد العشرية وأقول كم عدد الأعداد أو الإجمالي الأعداد وراء الفاصلة العشرية. حسنا، هنا عدد واحد وراء الفاصلة العشرية، عددين وراء الفاصلة العشرية، 3 أعداد وراء الفاصلة العشرية، 4 أعداد وراء الفاصلة العشرية، 1، 2، 3، 4. إذن هناك 4 أعداد وراء الفاصلة العشرية في المسألة، وأستطيع أن أعدها. إذن 1، 2، 3، 4، وسيكون الجواب أيضا 4 أعداد وراء الفاصلة العشرية، وهذا هو الجواب، 72.92046. إذا الآن اسمحوا لي أن أطرح عليكم سؤالا، ماذا إذا كان لدي 0 هنا في هذا المكان؟ هل سيعد هذا كعدد إضافي وراء الفاصلة العشرية؟ حسنا، إنه كذلك فقط في حال أننا استخدمناه في عملية الضرب، و ربما سيربكك هذا. ما أود أن أوصي به، إذا كان لديك أصفار زائدة مع فاصلة عشرية مثل هذا الصفر، فقط عليك أن تتجاهل هذه الأصفار، ومن ثم تحل المسألة بالطريقة التي اتبعتها، وتذكر أن هذا يتبع فقط مع الأصفار الزائدة. فمثلا إذا كان العدد السفلي 1 0 7 بعد الفاصلة، فهذه 0 أو 9 0 7 بعد الفاصلة، فهذا الصفر ليس زائدا بل هو أصليا أو جزءا من العدد. دعونا نقوم بحل بعض أمثلة أخرى، وأعتقد أن ذلك سيكون منطقيا. لذلك دعونا نقول أن لدي 5، وسأقوم بحل مثال مشابه حسابيا، وأعتقد أنه سوف يزودك ببعض المبادئ. إذا قلت 5.10 ضرب 1.09، لذا هناك أمرين يمكن القيام بهم. يمكن أن نقوم بعملية الضرب على النحو ذاته، دعونا نقوم بذلك بعدة طرق، وسوف أظهر لكم أنكم ستحصلون على نفس الإجابة في حال تجاهلتم الصفر أم لا. في الحالة الأولى دعونا أن لا نتجاهل الصفر، ودعونا نستخدم الصفر حتى وإن كان هذا الصفر الزائد في المنزلة العشرية، ف5.10 هو نفس مقدار العدد 5.1. 9 ضرب 0 يساوي 0، 9 ضرب 1 يساوي 9، 9 ضرب 5 يساوي 45، وضع صفرا في مكان الأصفار، وصفر ضرب أي عدد يساوي الصفر، أليس كذلك؟ صفر ضرب أي عدد يبقى الصفر، صفر ضرب 1، صفر ضرب 5، ضع صفرين هنا الآن، 1 ضرب 0 يساوي الصفر، 1 ضرب 1 يساوي 1، 1 ضرب 5 يساوي 5. والآن اجمع كل شيء، نحصل على 0، 9، 5، 5، و5. أيضا كما فعلنا من قبل فإننا نعد المنازل العشرية، هنا 1، 2، 3، 4، إذا 1، 2، 3، 4، وستذهب الفاصلة العشرية إلى هنا، فنحصل على 5.5590 وهو الناتج. الآن ماذا لو فعلنا مثل ما أوصيت وتجاهلنا الصفر؟ فأقول يمكن كتابتها على النحو 1.09 ضرب 5.1،
وكانت تعلم بأن ترتيب العدد في عملية الضرب ليس مهما، وألف ضرب باء هي نفسها باء ضرب ألف، اثنان ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة ضرب اثنان، وواحد فاصلة صفر تسعة ضرب خمسة فاصلة واحد هي نفسها خمسة فاصلة واحد ضرب واحد فاصلة صفر تسعة. لذلك دعونا نقوم بضرب هذا، ولاحظوا هذه نفس الأرقام، كل ما فعلته هو أنني انتزعت الصفر هنا. لذا أتجاهل الفواصل العشرية وأقول تسعة ضرب واحد يساوي، أو واحد ضرب تسعة يساوي تسعة، واحد ضرب صفر يساوي صفر، واحد ضرب واحد يساوي واحد، وأضع صفرا هنا. خمسة ضرب تسعة يساوي خمس وأربعون، خمسة وباليد أربعة، خمسة ضرب صفر يساوي صفر زائد أربعة يساوي أربعة، وخمسة ضرب واحد يساوي خمسة هنا. الآن أجمع تسعة خمسة خمسة خمسة، هذه هي النقطة هنا، حيث أنني يمكن أن أعطي اهتمام الفواصل العشرية. كم عدد الأرقام الموجودة خلف الفواصل؟ حسنا، إنها واحد اثنان ثلاثة، لذلك أعد واحد اثنان ثلاثة وأضع الفاصلة العشرية هنا. لاحظ أنني حصلت على الجواب نفسه، والفرق الوحيد أن هذا يحتوي على صفر زائد هنا، حيث أنه لم يؤثر على العدد، فأستطيع إضافة مئات الأصفار والعدد يبقى كما هو. إذا كنت مبرمج كمبيوتر أو أنك إحصائي، ربما هذا يكون له قيمة، ولكن تجاهل ما قلته للتو، ولكن لهذا الغرض هذه الأصفار الزائدة لا قيمة لها. إذا هنا لدينا أصفار زائدة لا نحتاجها. بنفس الطريقة الصفر اللاحق لا يعني شيئا، ولا أحد يفعل ذلك أبدا. إذا هنا اسمحوا لي أن أرى كم من الوقت تبقى لدي. لدي دقيقتين، اسمحوا لي أن أحل مسألة أخرى لأوضح الأمور أكثر. كما تعلمون هذا حقا لا يختلف عن المستوى الرابع من الضرب. لدي هنا صفر صفر سبعة خمسة، وفي النهاية عليكم فقط عد الأعداد وراء الفاصلة العشرية. إذا هنا لدي خمسة ضرب خمسة خمس وعشرون، إنها خمس وعشرون. تجاهلوا هذا، في اليد اثنان، خمسة ضرب سبعة يساوي خمس وثلاثون، زائد اثنان يساوي سبع وثلاثون، انزل سبعة، وفي اليد ثلاثة، خمسة ضرب صفر يساوي صفر زائد ثلاثة، إذا إنها 375. أعتذر لذلك، وبعد ذلك ضع صفر هنا. واحد ضرب خمسة خمسة، واحد ضرب سبعة سبعة. تجاهل ذلك لأننا لا نحتاجهم الآن، نحتاج أن نجمع فقط. نقول خمسة زائد صفر خمسة، سبعة زائد خمسة اثنا عشر، واحد باليد، واحد زائد ثلاثة زائد سبعة يساوي أحد عشر. وإذا حصلنا على الجواب، الآن علينا فقط أن نعد عدد الأعداد بعد الفاصلة. لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمسة أرقام وراء الفاصلة العشرية، ولكن نحن نملك أربعة في إجابتنا، فكيف يمكننا الحصول على خمسة أعداد وراء الفاصلة العشرية؟ حسنا، لنبدأ هنا. نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، ونحن بحاجة إلى عدد واحد آخر وراء الفاصلة العشرية، حيث أننا سنقوم بإضافة صفر وبعد ذلك نضع الفاصلة العشرية. انظر ماذا فعلت. كان علينا أن نملك خمسة أعداد وراء الفاصلة العشرية، ونحن نملك أربعة فقط، لذلك أضفت صفرا ومن ثم وضعت الفاصلة العشرية، والآن لدينا خمسة أعداد وراء الفاصلة العشرية.
لقد أظهرت لكم كيفية القيام بذلك بطريقة ميكانيكية جدا، آمل أن أقدم لكم شرحا مفصلا في المستقبل عن سبب فاعلية استخدام هذه الطريقة في حساب الأعداد وراء الفاصلة العشرية، وأعتقد بأنكم مستعدون لتجربة بعض المسائل في ضرب الكسور العشرية الآن. استمتعوا.